هنا بقى منتجع لصيد السمك. طبعا احنا شايفين بحيرات هناك، بحيرة هنا، وفي بحيرات خلفية، وفي كمان بحيرات في الخلف. هنا انت بتخش تصطاد وبتدفع رسوم الدخول، هتبيت بتدفع حق الإقامة زي فندق، وبتصطاد السمك، والسمك اللي انت بتصطاده بتاخده، لان دي جايه من انهار وجايه من بحيرات وجايه من بتاع، بس واحد يملك المكان ده كله، واخد فرع مدخله عنده وبيعلف وبيعمل وبتاع، وده معنى شايفين ناس بتصطاد كتير وناس بتتعامل الناس اللي ساكنين زي حالاتنا بعيد قوي كده، ما بياخدوش السمك الكبير قوي عشان ما يتقفش يعني. انك انت ممكن تجيب سمكه معدله 40 كيلو 50 كيلو، هتعمل بيها ايه دي؟ مين اللي هينضفها ومين اللي هيقطعها؟ وعلى ما نوصل بيها وحطيناها في العربيه هتضرب. فمعظم الناس اللي هنا حتى السمك الضخم قوي بيرموه. هنا بناخد السمكه كيلو بتاع مش عارف ايه، نقدر نحطها في الكولمان الكبير المبرد، نحط عليها تلج بتاع، وبيبقى يوم ممتع. احنا وسط الجبال والغابات هنا على فكره، يعني مفيش حوالينا سكن، كلها جبال وغابات، وهنا مطعم مخصوص اللي عايز ياكل بيروح ياكل، والمطعم شغال 24 ساعه، عايز ادوات صيد بتلاقي، عايز حاجات بتلاقي، كل كمالياتك بتلاقيها. تعالوا شيشوا معايا. الشيشه دي من مصر.